حابه تقدم مترشح لـ EDA البريطاني بدون ما تحتاج لحدا، بدون ما تروح لمكتب، بدون ما تدفع تكاليف عالية، وهي أساسا على الفاضي وانت قادر تقدم بتكلفة كثير قليلة. أنا هون عشان أساعدك. أهلا فيكم فيديو جديد على قناة مابل إميجريشن. اول اشي رح تعمله رح تدخل على الرابط اللي رح تلاقيه تحت بالدسكريبشن، هذا الرابط تاع الموقع الرسمي لتصريح الاي تي اي البريطاني. رح تفتح لك هاي الشاشة اول ما بتفتح الرابط. طبعا هاي الشاشة بالانجليزي، عشان تحولها عربي بدك تكون فاتح متصفح جوجل كروم، تضغط على الثلاث نقاط الموجودات فوق، رح تطلع لك هاي القائمة، تضغط على ترانزليت او ترجمة. زي ما انتو شايفين صار الموقع بالعربي. على هذا الموقع في طريقتين للتقديم. الطريقة الأولى إنك تحمل التطبيق، طبعاً هاي الطريقة ما راح تشتغل مع الكل لأنه هذا التطبيق بيعتمد تقديم على تقنية NFC، مش كل الأجهزة تدعم هاي التقنية. طب كيف ننزل التطبيق؟ تنزل لتحت تلقى هذا الزر، تضغط عليه تلقائياً بيحولك على متجر بلاي. أنا بحالتي جهازي ما بدعم هذا التطبيق، ليش؟ لأنه جهازي ما في تقنية NFC. طيب شو الحل؟ الحل كالتالي، بترجع على الموقع اللي كنا فاتحينه، بتلاقي مكتوب تحت إن لم تتمكن من استخدام التطبيق، وتلاقي تحت مكتوب التقديم عبر الإنترنت، بتضغط عليها راح يفتح لك زي هيك، بتضغط على يكمل، راح يطلب منك البريد الإلكتروني، بتحط البريد الإلكتروني، بودي لك رمز على الإيميل تاعك، تأخذ هذا الرمز وبتدخله بالخانة المطلوب إنك تدخله فيها، وبعدين راح يطلب منك صورة لجوازك، وبعدين رح يحكي لك أكد المعلومات هل هي صحيحة. انت بتحكي له نعم هي صحيحة. رح يطلب منك صورة شخصية إليك تكون خلفية بيضة، انت توقف بأي مكان يكون وراك أبيض ما يكونش فيه ظل. وأخيرا رح يطلب منك انك تدفع. المبلغ رح تدفعه رح يكون فقط 10 باوند، أو ما يعادله بالأردني 9 دنانير و30 قرش فقط لا غير. بعد ما تدفع ب24 ساعة رح يوصلك زي هذا الإيميل. هذا الايميل معناته انه تم قبول تصريح الـ ETA الخاص بك، فالف مبروك. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى ما تنسانا بلايك كومنت كمان اشتراك. كان معكم محمد المصلح من قناة مابل إميجريشن. هيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بتمنى ما تنسونا بلايك كومنت وكمان اشتراك. كان معكم محمد مصلح من قناة مابل إميجريشن.